بالمناسبه بما ان ليفربول هيلعب بكره امام اتلتيكو مدريد، حابب اقول لحضراتكم خبر حلو يخص ابننا ونجمنا واللي مشرفنا ومصيطنا محمد صلاح. في موقع عالمي للاحصائيات اعلن وجود محمد صلاح في التشكيل المثالي في الدوري الانجليزي عن شهر اكتوبر اللي فات، لانه وفقا لتقريرهم هو الافضل في البريمير ليج بعد حصوله على تقييم 94.8 نقطه، متفوقا على جميع اللاعبين الاخرين. ذكر ان ده يعني بسبب ان محمد صلاح كان ليه يد مباشره في 9 اهداف في اكتوبر بتسجيله وصناعه الاهداف، وكمان تواجد في اول 10 مراكز في ارقام تسديداته برصيد 17 تسديده وصناعه 8 فرص و11 مراوغه ناجحه.